اوعى تكونوا نسيتوا البنوتة الحلوة دي. دي هنا جودة، البنوتة بتاعت تنس الطاولة اللي عندها 12 سنة، اللي كسبت المصنفة التانية على الجمهورية لعيبة الزمالك. اتأهلت النهاردة إلى نص نهائي بطولة العالم للقارات للناشئين لتنس الطاولة بعد فوزها على بطلة الهند 4-1، وهتلاعب بكرة بطلة اليابان المصنفة الخامسة على العالم، وربنا يوفقها بإذن الله وتوصل لنهائيات. دايما مشرفانا، يا رب تجد الرعاية الكاملة والتدريبات الفائقة للوصول إلى أحسن المراكز بإذن الله.